أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم أجمل تحية من برنامجكم الأسبوعي برنامج الفرسان الذي دائما حقيقة نسلط الضوء على فرسان قفز الحواجز والقدرة والتحمل والرئيس في هذه المتابعة، وحرصنا أيضا على هذه المشاركة مع جميع فرساننا لدورهم واهتمامهم، وكذلك أيضا ما يدور حول الفارس في دولة الكويت، بما أن هناك عدد فرسان قفز الحواجز أكثر من 300 فارس وفارسة، سباقات الرئيس تقريبا إلى 17-18 فارس، أما القدرة لا يقارب عن 160 إلى 170 فارس. مشاهدينا الكرام، لنتعرف عن هذه البطاقة التعريفية من فارسنا، خلكم ويانا. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا وتعرفنا أيضا على فارسنا سعد السعيدي، حياك الله يا سعد. الله يحييك. الساعة المباركة. ساعتك أبرك بقى. ويعطيك العافية، ونتمنى لك التوفيق على ما قدمت من إنجازاتك السنوات الماضية، وكذلك أيضا لمشاركاتك سواء كان في الكويت أو خارج دولة الكويت. سعد السعيدي طبعا سعد والده الفارس الدولي وعبد الله السعيدي، طبعا غني عن التعريف في أوائل الثمانينات في لما كان في اتحاد الرياض العسكري برتبة ملازم والآن عميد متقاعد، واليوم طبعا نجلع سعد السعيدي أيضا يكمل هذا المشوار لبطولات قفز الحواجز. سعد، يليت توضح لمشاهدينا الكرام متى كانت بداية سعد السعيدي للركوب على الخيل وليس على البطولات؟ يعطيك العافية أول شيء، وكبداياتنا احنا بلشنا من سنة تقريباً 94 أو 92، كنا أعمارنا صغيرة. الوالد كان مكمل مشواره في فروسية الجيش اتحاد الرياض العسكري كفارس أولمبي وكفارس دولي كذلك، فارس أسيوي. كبداية تعلمتوا على الركوب كان في ذاك الوقت ولا في سنة معينة؟ لا، كبداية كان بلشنا كهواية فقط لا غير، انك لازم تجرب تشوف اذا لنا قابليه ولا ما لنا قابليه، يعني ما ستقصب شخص على ما عنده قابليه. فالوالد جزاه الله خير اول شيء شاف قابليتنا، والحمد لله يعني كلنا مقبلين على هالرياضه هذه كيعني كحب وعشق، يعني من دش الخيل مجال الخيل ما يقدر يترك الخيل. فالوالد اول شيء بلشنا فيها كاسطبل، اسطبل صغير في فروسيه الجهراء، كاول قفز حواجز في فروسيه الجهراء. في ذاك الوقت في سنه 94 و92 ما كان في أندية كثيرة، كان فقط ثلاث أندية، ما في ثلاث أندية حكومية فقط لا غير، ما كان متعارف أنه في إسطبل حق شخص معين أو نادي حق شخص معين، كان من مصروفه الشخصي والجيب الشخصي ماله. فبلشنا كإسطبل بسيط جدا من تقريبا ست أو سبع إسطبلات، سبع أو ست خيول، إنتاج الوالد شخصيا، كان نشيل من الخيل مثلا من البحرين، من الإمارات، من السعودية، ونبلش احنا ندربها ونبلش مشوارنا. هذا تعلمته في الاسطبل طبعا؟ اي نعم، بالاسطبل في سنة 94 قلت 92 تقريبا. ومن ثم عاد تعلمت على الركوب؟ اي نعم، الوالد تكلم كملنا مشوارنا، شاف الوالد ان عندنا قابلية كبيرة على قفز الحواجز، لان عشق ما تقدر تتركها هذه. في الاسطبل يعني خارج الاسطبل فيه مكان يعني واسع ولا في بادوك يعني؟ اي نعم طبعا في بادوك، بادوك مقاسه زين يعني لا بأس فيها، لو تقارنا بالبطولة أو نادي الحكومة اللي شارك في كذا بطولة طبعا يعتبر كبير، بس طبعا صغير، فإنجاز كنا نسويه إنجاز كبير، يعني من الأرينة صغيرة إلى أرينة كبيرة، فحتى الخيل رؤية الخيل تختلف تماما عن السالفة هذه. بلشنا بالأرينة الصغيرة هذه، كنا بلشنا أنا ومرزوق ولد عمي ومحمد ولد عمي وأخوي مساعد اللي كملنا مشوار احنا الثلاثة، مساعد شوية بأخر عنا هذا شاف له مجال ثاني يعني. من 92 تقريبا إلى سنة 95، من سنة 95 بلشنا ندش بطولات حق الصغار 60 سنتي 80 سنتي، اللي فقط لك جوائز إكرامية أو جوائز مكافأة تشجيعية. تشجيعية بالضبط. بس شاف الوالد إن عندنا إمكانيات كبيرة، و بدأ في تطور بينكم. بالضبط، بدأت الموهبة تتطور، وإحنا بدأنا نتعمق أكثر وأكثر وأكثر بهالمجال هذا، فاضطرينا ننقل إلى نادي الصيد وفروسية، وهني بلش مشوار فعلي حقي هذا شخصيا. متى كانت؟ أي سنة؟
سنة 99 بالضبط، كنا أذكرها أنا كان أول مدربنا كاختبار لنا كنا كابتن نادر إبراهيم، الله يذكره بالخير. إيه الله يذكره بالخير صحيح. شاف مستوانا الحمد لله، انعجب حيل مستوانا. حلو. حتى ما كان مصدوم يعني، ما في أيام قبل ما كان في مستوانا. جيتوا جاهزين حيلة. عارفين الوضع. جاهزين. هو بس كمل مشوار إلى الارتفاعات العالية تقريبا، ما يعني من خذاني من 8 سنتي إلى متر وعشرين سنتي تقريبا كذي. عاد بعدين عاد كل واحد خذ مجاله. نوقف عند نادر كرم عدل. نادر إبراهيم. نوقف عند نادر إبراهيم. مشاهدينا الكرام خلكم معانا لنشاهد هذا التقرير في متابعة مع الفارس سعد السعيدي. سعد عبد الله السعيدي يعتبر الفارس سعد من أكثر فرسان الكويت حصدا للبطولات والمشاركات الخارجية لفروسية قفز الحواجز من أبناء جيله. فمع بداية الألفية الجديدة استطاع الفارس سعد من تحقيق الكثير من البطولات المحلية والخارجية لما يمتلكه من قدرة وموهبة في هذه الرياضة. بدأ بطلنا مشواره في موسم 2002-2003 واستطاع من الفوز وتحقيق لقب فارس الموسم للمبتدئين في مواسم التالية 2002-2003 و2003-2004، ثم فارس الموسم للفئة المتوسطة في موسم 2005-2006 وفارس الموسم للفئة المتقدمة في المواسم 2006-2007 و2008-2009 وغيرها من البطولات المحلية وتشمل جميع الفئات. واستطاع من حصد 301 كأس في مسيرته المحلية. أما مشاركاته الخارجية فقد استطاع الفارس السعيدي من تحقيق رصيد كبير من البطولات الخليجية والقارية كحصده المركز الرابع والخامس من بطولة معالي وزير الداخلية السعودي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للمحترفين ارتفاع 145 وارتفاع 155 وكذلك المركز الأول في ارتفاع 130 و135. أما عالميا فقد حقق المركز الرابع في ارتفاع 120 و125 و140 في بطولة مايسونز لافيتيه والتي جرت في فرنسا، والمركز الثاني في ارتفاع 120-125 في بطولة نيذر آيلند والتي جرت في هولندا وسلطنة عمان، والعديد من البطولات الدولية والتي هي غير مسجلة حاليا في رصيده وذلك بسبب توقف الاعتراف بالكويت رياضيا. ضيفنا متخم بالجوائز والبطولات ولنقترب منه أكثر من خلال هذه الحلقة. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا هذا التقرير وأيضا عن الفارس سعد السعيدي وحرصه ومتابعته أيضا على بطولات قفز الحواجز وكذلك أيضا القدرة والتحمل. بالفعل نادر إبراهيم فارس أيضا أحد فرسان نادي الصيد والغدامة من أيام الثمانينات. في مشاركتك أيضا في مع المدرب نادر، هل هناك حسيت في تغيرات ما بين البادوك في اسطبلك في الجهرة عن نادي الصيد؟ طبعا يعني كفاسيلتي وكمباني تختلف تماما. يعني احنا متعودين تدرب أرينا أو بادوك صغير، فجأة يختلف وضع إلى بادوك حجمه كبير. بالنسبة لي أو بالنسبة مرزوق ومحمد مساعد أخوي كان شوية تغير كبير بالنسبة لنا، وبنفس الوقت دخلنا كتحدي وحماس، فعشان تي أعطانا دفع وايد قوي السالفة هذه. لما كملنا المشوار بنادي الصيد الفروسية نادر إبراهيم يعطي العافية أعطانا اللي بقلبه اللي قدامه واللي وراه، صح كان جابنا يعني كان يدري ومتأكد أن كل واحد فينا له مجاله وله مستقبل كبير معانا. اختلف الأمور بيننا في بلشنا إحنا سنة 99، في سنة 2002 كل واحد راح مشواره. أنا تقريبا أنا نادي الاتحاد الرياضي العسكري أخذني كسبونسر، بس في نقطة أقولها بالسابق أن كل نادي سواء نادي حكومي أو نادي خاص هو اللي يدعم الرايدر، هو اللي يدعم الفارس. يدعم الفارس أي نادي الخرافي غير عن لما الفارس يدفع. طبعا الحين لا، الحين تدفع كفارس. بالسابق لا، الأندية سواء حكومية ولا خاصة إيه تدفع، إيه تبي تطلع الفرسان كنادي المسيلة، نادي الخرافي، نادي الصيد الفروسية، اتحاد الرياضي العسكري، الأندية الأربعة هذه. مربط سديراوي. مربط سديراوي كذلك صحيح، الله يرحمه ويغفر له ويرحمه إن شاء الله. الأندية خمس أندية هذه بالذات كانت تدعم الفرسان بشكل طبيعي. هذا الحكي طبعا كان لك من 2002 إلى 2000
2010 تقريبا. قريبه مو ما كانت بعيده، قريبه ان شاء الله. بلش مشواري مع الاتحاد الرياضي العسكري والحمد لله. كمدرب هناك عبد الله الشمري شافني واعطاني الحمد لله، اعطاني احسن خيل والحمد لله اني بيعتها. كانجازات يعني اعلى ارتفاع دشيته كان في بطوله في السعوديه، كانت بطوله الملك فيصل اتحاد الشرطه السعوديه. مدس بطوله 3 ايام اللهم لك الحمد تاهلت حق الفاينل، وعلى ارتفاع 1.50 حصلت المركز الرابع بين فرسان اولمبيات اولمبيك رايدرز، يعني بين عمالقه جدا، وكان عمره صغير ما كان كبير، يعني كان عمره تقريبا 19 سنه ما شاء الله ما كان كبير. فاني اعطاني حماس اكثر اني اكمل هالمشوار اكثر واكثر واكثر. هذا طبعا طلعت على الاتحاد الرياضي العسكري. طبعا الاتحاد الرياضي العسكري ذيك السنه اكثر دعم. متى بلشت بطولات؟ في عام 99 ولا 2000 2001؟ كبطولات الجد في الكويت. في الكويت كجد، يعني كخذيت كاس 99 اخذ البطولات كجديه مو هوايه كجد. سنة 2002 من شفت الدعم شفت الحماس شفت البوش هذه، ان لا تفكر بشيء، هاك حصان اركب جيب لي انجاز غير شيء انا ما ابي. شلون كان تدريبك في، هل في الاسطبلات ولا كان في نادي الصيد؟ لا يوم الاتحاد الرياضي، كنت الاتحاد الرياضي العسكري اول شيء كنت في نادي الصيد. اي نادي الصيد. كان تدريبكم يومي ولا؟ تدريبنا كان بشكل يومي فقط، طبعا يوم البطوله وبعد البطوله الحصان يرتاح. في نادي الصيد الفروسيه كان يعطينا كالاساسيات، نادي ابراهيم كابتن نادي ابراهيم كان يعطينا الاساسيات حق ارتفاعات المتر و20 والمتر 30. طبعا المتر و20 يختلف تماما عن المتر و10 المتر ومتر ومتر 5 والارتفاعات الصغيره تحت، كالمسافه بين الحواجز، كارتفاع الحواجز، كالدخله او اللفه للحواجز، او كحواجز المركبه اللي يكون A B C او الف باء ثلاثه ورا بعض. فالمرتفع متر و20 تحتاج الى رذم معين، الى سنده معينه في الايد ودعم في الرجل. ما يصير مو مثل يعني 80 سنتي ولا متر ولا متر ومتر خمسه، متر خمسه حصان طبيعي خلقه من ربي انه امكانيات الحصان متر خمسه بسيطه، يعني اي متر بالنسبه لجسم الحصان طبيعي من ربي يقدر على متر و20. فاحنا كفرسان ناخذ الباور هذا الدفع الامامي حق الحصان اللي هو رجول الحصان لقدام 70%، القوة الخلفية تكون 30%، فاحنا كفرسان نعكس السالفة هذه، فنحاول كثر ما نقدر القوة تروح 70% للرجول الخلفية عشان البوش قبل الحاجز. فهذه هني هي التفرق بين اللي ينط ارتفاعات العالية واللي ينط ارتفاعات. شنو أعلى ارتفاع عندكم؟ في الكويت الحمد لله أول سنة تصير هذه، احنا دشينا الأرب ليج في تاريخ الكويت، ما دشينا الأربيك إلا مرة واحدة في سنة 2008 نعم. كان أعلى ارتفاع، كان ارتفاع متر 45 متر 45 متر 45. الحين في هذه أول سنة تصير في الكويت تبع الأرب ليج اللي هو الدوري العربي الفروسية لقفز الحواجز، وصل ارتفاع الحواجز متر 50 لمتر 60. هذه تضم للنقاط التأهلات لكأس العالم ما شاء الله. أي نعم، وتعتبر بطولة دولية، والحمد لله شاركت في هالبطولة هذه وجبت إنجاز وايد طيب الحمد لله. ما كان الحمد لله. فطبعا اللي نشوف البطولات كثيرة في الأونة الأخيرة صحيح، من عام 2011 لغاية 2021 صحيح، نشوف بطولات للأمانة، يعني بطولة سمو سيد الأمير حفظ الله واسمه سيد ولي العهد كذلك حفظ الله، وهناك بطولة الاستيراوي، بطولة رائد الدبوس رحمة الله عليه، بطولة ممكن كأس سمو رئيس مجلس الوزراء، العديد أيضا من البطولات الرسمية والأساسية اللي تأخذ تقريبا يومين إلى 3 أيام على انتهائها. لكن هل هذه من صالحكم أنتم كفرسان في دعمكم أو دعمهم هم لكم في مثل هالبطولة تستمر يومين 3 أيام؟ شيء طبيعي هذا. أول شيء من ناحية الجوائز، ثاني شيء أنا الحين كفارس أنا أشتري حصاني من نفسي أو أسس حصاني من نفسي. شنو الدافع اللي تعطيني عشان أسس حصان أو أرفع حصان المستوى العالي؟ تعطيني جوائز قوية، بطولات قوية، بطولات باسم سمو الأمير، بطولات باسم ولي العهد. الاسم بروحه يكفي من غير الجوائز المادية. فأنت لما تجهز حق بطولتين مثل هذه راح تسوي مستحيل، راح تشد حيلك، راح تتحمس، معلوماتك كل شيء راح تقطب هالبطولة هذه. فهذا الشيء يعني الحمد لله على مدى 3 سنين السابق، أو ما تقول 4 سنين طافت،
القفز الحوادث طورت بشكل كبير من ناحية الجوائز والبطولات ومن ناحية الفرسان كذلك، يعني عدد الفرسان زاد، فالمنافسة زادت كبرت، فالحمد لله يعني هالشيء هذا يعني شيء نشكر عليه. شلون أول كنا نسمع الفئة المبتدئة أو المتوسطة أو المتقدمة، هل كنت مريت على هالمراحل هذه؟ إيه طبعًا، هذه طبعًا كتقسيمات القفز الحوادث تكون فئة مبتدئة اللي هم بيجينر، والمتوسطة انترميديال، والفئة الكبيرة اللي هم سينيور. المبتدئ يكون ارتفاعاته بين 60 سنتي إلى متر وخمسة سنتي، متر عشرة عفواً. الانترميديال اللي هم الفئة المتوسطة يكون ارتفاعه بين متر وعشرة، متر 15 إلى متر 25. حلو. الفئة العالية اللي فيها السينيور تكون من متر 30 وأنت صاعد، يعني متر 30، متر 40، متر 45، متر 50. الحين متر 50 بالكويت حاليا هي بطولة واحدة الأرب ليج اللي تكون متر 50 متر 60، بس باقي بطولات طبيعية سواء اللي لوكال ولا السبونسر تكون متر 40 ومتر 45. طبعا احنا نتكلم عن الارتفاعات هذه. نعم. هل هالخيل نفسه مخصص للارتفاعات هذه؟ كل حصان وارتفاعه معين له، ولا عادي يقفز اي شيء؟ لا ما يصير، لازم تشتريك حصان كواليتي، يعني في ميزات معينه على الحصان كتركيبات معينه. يعني مثلا احنا كان يعني كبدور الحصان قفز حوادث، اول شيء ادور لقطات الحصان اللي اخر الظهر تكون، كل ما زاد حجمه وكبر حجمه وارتفع كل ما صار افضل. ليش؟ يعني يعبي البور كله ورا، كل ما رقبه صارت رقبه الحصان اكبر واضخم كل ما صار افضل حق القفزة الأمامية حق الرجل. ندور الحصان يعني الحجمة كطول، ما ندور طول، ندور كل مرة كومباكت ملموم شوي، يعني حجم 15 نسميها. أيوة حجم 15 صح، عليك نور. فهذا هذا حق القفز السوالف هذه. بس إحنا أول شيء ندور بالقفز، ندور البدقري أو السلالة مالته، نشوف الأبو، نشوف الأم، نشوف الجد شنو كانوا يسوون. يعني نفس سباقات الريس والتوليد، هم تسعون الى بالضبط خيل قفز ولها توليدها ولها سلالاتها يعني معينه. طبعا طبعا سلالات، وتنباع في سلالات معينه تنباع باسعار خياليه ما شاء الله. يعني في فحوله قبل ينولد سعره 15 الى 20 الف يورو ما شاء الله. اي فما ما نختلف تماما عن الريس او السباقات، يعني ما شاء الله. حتى يعني كذلك جمال الخيل لهم طريقتهم في التوليد والنفحل، والريس نفس الطريقه ما شاء الله. القفز ممكن هذه تو قريبه في الاونه الاخيره، يعني ما كانت بعيد القفز في الاونه الاخيره صحيح. يسعون للتوليد الافضل لعيال الفحل الفلاني، والله قفزهم حلو. صحيح صحيح، لان حتى في بعض الفرسان ياخذونه كاستثمار ما شاء الله، ان ابوه او جده يعني مثلا مسوي الاولمبيات وفايز بالاولمبيات وفايز ببطولات كثيره فياخذه كاستثمار، فيشتري سيمن او يشتري البويضه حق الحصان او الفرس ويحطه بطل فرس ولا ده، مثل تقريبا الجواد العربي او الخيول العربيه حق الجمال والشو. فمع الوقت انت وانتاجك تدرب تكمل تدريبها، والسعر يختلف عاد على حسب نوعيه الحصان. شنو اغلى حصان شريته سعد؟ اغلى حصان شريته هذا خليها لنفسي، ما اقدر اقول السعر صراحه يعني ما تتوضع للمشاهد، بس اقدر اقول لك شغله واحده، ان تكلفه الخيل القفز جدا عاليه جدا عاليه، يعني اسعارها من 5 الى 10000 وفوق. لا من 10000 ونصعد 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 اذا تبي تدش. طبعا السينيور كلمك انا، اي ارتفاع من 30 اذا تبي شيء يدسم اطلع فوق. اطلع فوق، كل ما تدسم كل ما تطلع اكثر. زين الحصص اللي الاسبوع اليوميه كم مقدار الوقت اللي كنت بتدربون فيه باليوم؟ ساعه ساعه ونص ساعتين؟ هي مقدور او التقديري حق اللسن يكون ساعه الا ربع، بس ما يصير يعني تركب ساعه لربع من غير فايده. مثلا حصان خلال نص ساعه استفاد او فهم اللسن او التدريب اللي هو يحتاجه خلاص كافي عليه. يعني زدت على الحصان فوق نص ساعه وحصان فهم اوريدي، خلاص فهم تدريبك او فهم الشغل اللي انت قاعد تعلمه، وزدت عن حده راح يقرب عكس عليك. فلازم تكون يعني اثناء اليوم ادربه، يعني غير عن التروت والكناتر هم اقفز؟ اي طبعا بشكل يومي. لا بشكل يومي لا، ففي على حسب هو الجدول المعروف حق الفرسان بشكل عام، انه فلات ورك مثلا مثلا البطوله يوم الجمعه، السبت اوف، الاحد ركب فلات ورك اللي هو شغل ارضي، الاثنين شغل بولات اللي هو حوائل بس على الارض خليها، الثلاثه جريد او جيمناستيك نسميه، تكون مثلا ثلاث حوائز ورا بعض، يكون خطوه او خطوتين على حسب الحصان شنو يحتاج، والاربعه يكون قفز.
خميس فلات خفيف شغل ارضي، والجمعه تكون بطوله. حلو. طبعا يعني كل حصان يختلف عن حصان ثاني، مثلا في خيل خبره ما تحتاج تقفز، في خيل تحتاج تقفز ما عنده خبره كافيه للقفز. قشيم ينسى. ايوه ينسى. والحصان ذكي. ايوه طبعا، والخيل ترى مثل البشر، في منه الذكي، في منه الغبي، في منه اللي ما يفهم، في استيعابه خفيف، في منه الخبيث، في منه الطيب. وهذا دائما انا اوضح فيه اي اثناء تعليقي على القفز الحواجز، دائما في حصان ذكي، في حصان غبي، وفي حصان ناقصه خيال، وفي خيال ناقصه حصان. بالضبط. فهذه التبادل ما بين الافكار اللي نشوفها طبعا، ما بين ان الفارس فارس فعلا بمعنى الكلمه اسم فارس صحيح، لكن عنده حصان مو شيء. فهذه المشكله اللي يعانون منها. انت سعد اليوم التدريبات ما شاء الله ساعه لربع تكون كافيه، مثل ما قلنا انه يكون هناك تدريب بشكل يومي اسبوعي، لكن اذا البطوله الجمعه توقفون قبلها بيوم الجمعه. لا ما ماشي في الخيل ما تقعد بالبوكس بالاسطول، ما تقعد نهائيا بشكل يومي. بشكل يومي حتى درب من بيتكم لهني عشان بس اركب. ما في احد يدرب عنك؟ في، بس انه لما انت تركبه الحصان خبز يدك، ما راح يسمع كلامك الا انت، لان انت فاهمه دايركت، وهو فاهمك وانت فاهمه. صح. لما تركب واحد ثاني ستايله وركوبه غير عن ركوبك، فما يركب معه الا طبعا اهل الخبره، غير يعني المدربين البروفيشنال، يعني هذول يختلفون تماما، هذا يقدر يركب اي حصان. شلون تعامل المدربين معاكم؟ لا جدا ممتاز. بس طبعا يعني مرين طبعا يعني بحفر مع مدربين، يعني اب اند داون، في مدرب ما ياخذها شخصنه زياده على اللزوم، في مدرب لا، في مدربين طيبين. بس انا اذكر بالذكر الخاص يعني كان في مدرب المسيله اسمه كريستوفر ريتشارد، كان جدا طيب، يعطي اللي بقلبه كله. ونادر جدا ما تحصل مدرب اجنبي يعطي اللي بقلبه، يعني ما يعطيك الصافي، ما يعطي الصافي عشان ترجع له مره ثانيه. ممكن اسرار له ما يبي يسولف فيها ولا يوضحها الى بالضبط الى نقدر نقول فرسان الكويت. بالضبط. اسرار عنده. ايه في اسرار معينه حق مثلا تاخذ من ليفل 130 او 130 الى 140، ترى العشرة سنتي تفرق كثير، تفرق من ناحيه الارتفاع، من ناحيه الحاجز المركب، العرض الحاجز نفسه، في اشياء معينه. ففي مدربين يعلمونك، في مدربين ما يعلمونك عشان ترجع له. شلون طريقه اتفاقيه الانديه، نادي المسيله، نادي الكويت الفروسيه، نادي الصيد، اتحاد الشرطه الرياضي، اتحاد الرياضي العسكري، مربط الاستيراوي، مركز رعايه الخيول البيطريه، شلون اتفاقيتهم كل اسبوع بطوله؟ اي هذا السؤال حيل عجبني. بكلمك قبل، اصير عندنا اتحاد، احنا تو صار عندنا اتحاد فروسيه. قبل كان الوضع ودي وحبي دعما لقفز الحواجز، فكان كل قبل بدايه الموسم يجتمعون الانديه مع بعض ويتفقون تاريخ الفلاني مثلا عند النادي المسيله، الاسبوع اللي وراه عند نادي الخرافي، اللي وراه عند نادي كذا، الصيد، الجيش، يتفقون بينهم وبين بعض. بس والمشكله بنص الموسم تصير خيارات، يعني مثلا نادي المسيله يقول كان هني بسوي بطوله، لا ما بيسوي اخر الموسم، نص الموسم، بعز الموسم. احنا كفرسان شو نسوي؟ صح، نتوهق. والانديه كثيره، والانديه كثيره، وانت مجهز حصانك مثلا حق البطوله هذه، فجأة ولا ما في بطولة تكنسلت الحين. ليش ما يبلغ قبلها بأسبوع يا جماعة ترى الظرف عندي وكذا؟ ما في رقابة، مع أن عادية ما في رقابة. الاتحاد، الاتحاد توه الحين صار عندنا اتحاد الحمد لله. هذه خطوة كبيرة بالنسبة لقفز الحواجز، سواء هي الاتحاد شامل قفز الحواجز، تحاسب النادي إذا تحاسب قصبا عليه. حلو تمام. فما حد يقدر يعني، سويت خلاص جدول تلزم الجدول، ما التزمت تنزع لك عقوبة. تمام. وإجباري كنادي أنت سواء نادي خاص ولا حكومة تبي تسوي بطولة عندك، أقل شيء تدفع 4000 دينار كجوائز، قيمة جوائز في اليوم، في البطولة الواحدة. تبي تسويها بطولة يوم يومين كيفك. تمام. بس أقل شيء تسوي 4000 دينار. أقل شيء يعني عشان الفارس يحصل على جائزة دسمة. بالضبط. أنا الحين كفارس عندي حصانين، على حصان واحد قاعد أقط عليه بالشهر تقريبا بين 250 إلى 300 دينار، أبي مردود مادي حقي أنا عشان اصرف، ارد اصرف على خيلي، اصرف عليه واطلع قيمته تبعه. بالضبط. انا انسان موظف، اعتبر هاوي. صح. بس الحمد لله يعني نافس ناس محترفين وافوز عليهم ما شاء الله، بس استل هاوي، يعتبر بنظرهم هاوي. هاوي ليش؟ لان وظيفتي، عندي وظيفه خارج الفروسيه، وارد اطلع من دوامي اتغدى وارجع اركب حصاني وادرب الحصان واصرف المعاش عليه،
فأقل شيء عندي أبي مردود مادي من الجوائز هذه. تمام. فهذه أحسن نقطة صارت من صار الاتحاد الرياضي متحاسف الاتحاد الفروسية. طيب بما أن الآن محور الأندية ومحور الاتحاد، هل يحق للفارس أن ينقل من نادي إلى نادي بدون لا يستأذن من عندهم؟ هي هو يحق له، بس كذوقياً، ذوقياً احترام حق النادي اللي هو فيه. تشاورهم. تشاوره. تعطيهم خبر. أعطيه خبر لازم. ما يصير أخذ حصان وأطلع فجأة كذي. صح. وعلى فكرة كل نادي يعني عشان دخل حصانك في عقد بينك وبينه يكون. في أندية يعني مثلاً تبلغني قبله بشهر تطلع نادي، في نادي لا بكيف وأنت بتطلع كيف، بس تدق عليه تليفون أنا بطلع. يعني في ناس ما أخذنا ودي، في ناخذ أخذنا قانوني. فعلى حسب النادي يعني. نعم. بالفعل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج الفرسان وفرسان قفز الحواجز، دائما مبتعين ومع سعد السعيد. سعد طبعا قلت لي قبل شوي ان دائما تكون تنقلات من نادي الى نادي سهله، بس لكن ذوقيا ان يكون يشاور النادي يعطيهم خبر في التاريخ الفلاني، سواء كان ينتهي العقد ما بينتهي العقد فيحق له التنقل. هل المشوار اللي انت شفته الان، ما رأيك في مستوى قفز الحواجز في دولة الكويت؟ تقريبا يعني نكون صريحين، يعني المشكلة الثقافة الجديدة اللي داشم على مجتمع القفز الحواجز هي مجتمع الهبة. شري الحصان قبله وقدره كسره خلال سنة بعدين خلاص الحصان يستل، يعني روح حيوان يحس. إذا أنت ما تحب تركب وتدخل ارتفاعات عالية يبشيلك بساعدك مره مرتين ثلاث بعدين خلاص ما يساعد. ليش يعامل الحصان كذي؟ ليش ما يكون التدريب عنده غلط؟ لان في ناس ما يبون يتعلمون، يبي يدش الرياضه فقط كقفز قفز قفز كشون بس فقط لا غير. بس قول له تعال ركب ارضي ما يعرف، لان اهم شيء في القفز الحواجز هو ركوب الارضي. اهم من شنو ركوب الارضي؟ اللي هو فلات ورك. فلات ورك نحتاج يعني كم ارتفاع هذا؟ لا فلات ورك شغل ارضي من غير بولات من غير حواجز من غير شيء. حلو. هذا اهم من القفز نفسه اصلا. هذا في يعني بس حاجز تحطه من غير حاجز او بول اللي هو الخشبه هذه مالت الحاجز نحطه بالارض او نرفعها يمكن 5 سنتي 10 سنتي. يا سلام عليك. اي فتكون التروت اللي هي هروله. حلو. كانتر اللي هو الجري. طبعا في اشياء واجد فلات ورك بحر عميق اكثر من هذه. صعب يدشونها؟ صعب جدا. بس القدامى اللي أول يفهمها، اللي بيتعلم تعلمها، اللي ما بيتعلمها لا، هو على حسب قابلية الشخص. في ناس ما يتبغى يتعلمون، في ناس لا عطوا شري الحصان. ممكن إنه شوي مزعجة غثيثة شوي. بالضبط. يعني صح. مزعج، هي مزعجة جدا. أنا إحنا نازلة. بالضبط. أنا أركب من زمان والحين تزعجني، بس أنا مضطر وقسم عليه عشان حصاني أدي أحسن في القفز البطولات. هذا شيء، هذا معلوم إن الأساس للقفز الحواز هو الفلات ورك أو بالأحرى يقول دراساج. الو الفلات ورك الارضي. ليش اذا دشيتوا بطوله قبلها في الارينا الثانيه تسخنون؟ هل هذا يعني التسخين ضروري؟ جدا ضروري. الخيل عباره عن كتله من العضل، فتخيل انت الحين فجاه قمت ركضت. بما اني انا مدرب الحصان بشكل يومي. اي بس ما تقدر، لازم العضلات تسخن، لازم الحصان نفسيه الحصان تهدى. مثلا في خيل برا البيت او برا اسطبل او بنادي ثاني تكون متنرفزه خايفة، فأنت مضطر كفارس تركبها تهديها تسخن عضلاتها
تريحه شوي كشغل بالفلات ورك عشان يستوعب انه يدش بطوله وهو مرتاح نفسيا. فهذا شيء اساسي جدا. في بعضهم لا يدش على طول بياخذ دقيقه ويدش بطوله، هذا غلط كبير، غلط كبير. حتى الحصان مع الوقت ما راح يكمل كبطولات. كيف تتعاملون مع بطوله يوم واحد عدد الفرسان في الكلاس الواحد يعني لا يقارب عن 50 الى 60 شخص؟ اول نصيحه كفارس، لا تفكر باي فارس ثاني مهما، حتى لو كان عندك فارس كبير او فارس يعني بطل، لا تفكر، فكر بنفسك، فكر بحصانك، فكر شلون تركب الحواجز فقط لا غير. يعني اذا فكرت اي شخص ثاني ما راح تأدي زين، يعني لازم التركيز من اول حاجز لاخر حاجز، لازم التركيز موجود ضروري. اذا فقدت التركيز لو اجزاء من الثانيه راح تروح عليك اللفه والحاجز يروح عليك. في ناس تختصر قص، ايه ما شاء الله، هل هي قص من الوقت ولا يقص من متعود انه يقص الحواجز والمسافات؟ لا يقص من الوقت، لان طبيعه قفز الحواجز يعني كرياضه في فئات كثيره، يعني في عندنا الجامبو، في عندنا سبيد كلاس، في عندنا جوكر كلاس، كبريتور، في يعني كثيره، يعني تو راوند والجامب اوف مثلا. الحين راوند تو راوند والجامب اوف، او نقول الجامب اوف مثلا، اول جوله تكون جوله لازم تكون كلير، اللي ما طيح ولا حاجز ولا حاجز، وقت زمن معين غالبا، ما يكون زمن يعني ضيق، يكون زمن كلير. هل يعني بيشارك بعدها ولا بس؟ لا لازم عشان يتاهل حق الجامب اوف لازم يجيب اول جوله كلير راوند اللي هي ما طيح ولا حاجز، ومثلا يحطون 60 ثانيه او 70 ثانيه، ما يتعدى وقته 70 ثانيه. إذا عدى وقت 70 ثانية يعتبر غلط أو خطأ يعتبر، فما يتأهل حق الجمبر. مثل ما قلت إن القصات أو السرعة هني تثبت وجودها بالجمبر، الكل بيفوز طبعاً، الكل بينافس، فأنت تضطر يدش رقم واحد يقص ويدز، أنت تدش رقم اثنين تقص أكثر ودز أكثر، رقم ثلاثة، فهذه شنو أكثر حواجز؟ كعدداً يعني؟ عدد حواجز في تو فيس، التو فيس يعتبر يعني جمبر بس وقت واحد اللي يكون. لا كم عددهم؟ 14 حاجز. 14 اي ماكسيمم، لازم افزهم كلهم. لازم كلهم، ما في يعني اقل من كذي يعني بالفطور او الكلاس الواحد. الحواجز طبعا تختلف، عندك من الكلي راوند الصغار 8 حواجز 7 حواجز، يعني على قليله قليله عشان يستانس الفارس وتعطي بوش. كل ما زاد الارتفاع كل ما عدد الحواجز زاد. كسينيور او ال 130 140 تختلف على حسب الكلاس، في كلاس السبيد بين 10 إلى 12 حاجز، في اكوميليتر هو الجوكر اكوميليتر 10 حواجز اللي يكون اخر حاجز مرتفع عن باقي الكورس 10 سنتي. وفي عندك التو فيس، التو فيس عباره عن تو راوند بنفس الوقت، لازم هذا بين 12 حاجز الى 14 حاجز، يكون عندك من رقم واحد مثلا الى رقم 7 لازم تجيبه كلير، يعني بعد تكمل باقي يعني الكورس. من 1 إلى 7 ما طيح ولا شيء، ما طيح ولا شيء. واذا طيحت هل على الانسحابي؟ لا ما تنحسب نتيجتك، خلاص تطلع على طول. اها اي، فهذا هم صعوبه. حدي 7، حدك 7، طفت ال7 اموري طيبه، كمل كمل مثل ال 14 ل 14 كمل او 13 على حسب، هذا حسب الكورس ديزاينر، اي على حسب مصمم المسلك نفسه لو كورس ديزاينر. فهذه الاليات اللي عندنا. زين سعد، اذا في واحد ضيع على حاجز ما انتبه هو الحكام اللي فوق، تمشي ولا ما تمشي؟ لا تمشي تمشي تمشي، بس ليش؟ واذا كان الجمهور شوي عطى صوت وانتبه للحكم، هل يرجع شوي ولا يشوف التصوير ولا تمشي؟ ما يقدر يشوف التصوير، ما يقدر يشوف، ما له شغل فعليا، يكمل عادي. اذا حكام ما يدرون عنه ما انتبهوا عليه لا يكمل عادي، طاح حاجز ما انتبهوا له عادي، لسه حاجز. في بقولك موقف انا هني الامانه، انا حتى فزت في المركز الاول، كنت ذا كان عندي حصان صغير عمره يمكن 6 سنين، وهني قررت اني ادز فيه، وهذا كان مكان منافسه جدا قويه، فكنت متردد لان ما شاء الله في فرسان خيولهم سريعه حيل وسرعه تلف القص. الفارس اللي قبلي طيح حاجز، والحاجز هذا هو اللي فيه الترك كله، ما ردوا. ليش؟ نسى. الخطأ من عندهم. خطأ من عندهم. وانت كملت. انا كملت. وانت شفته طايح وكملت. انا كملت، وراح اوقف واقول لهم تعالوا سووا. طبعا. طبعا استغل. كيف؟ الحمد لله كملت وطلعت الاول، يعني لو هذا لو الحكام شايفينه كان ردوا. بس الغلط منه؟ من الحكام نفسه. الحكام الموجود في الأرينا نفسه، في الأرينا نفسه اللي هو السايس اللي يرد الحواجز أو يسنع الحواجز، فما الحكم ما له أي حق إنه يمسح نتيجتي أو يقول لي عيد مرة ثانية، لأنه طيب. سمح لك بالدخول. بالضبط. صح. دام إني طق الجرس أول ما أدش البطولة أو الكلاس، تقولون الجرس وعندك 45 ثانية تبلش فيها الكورس،
دام طقوا لك الجرس خلاص ما حد يكلمك. شلون سعد يعني انا حضرت عندكم بطولات كثيره في القابس، دائما نشوف هدوء كانها لعبه جولف، كانها لعبه بولينج، هدوء جدا جدا. فالقفز الجمهور على عددهم اللي اكثر من 500 ل 600 شخص ما في احد يتكلم، ليش الشيء هذا؟ هاي ثقافه الخيل. انا حبيت السالفه هذه لان يعني في ناس واجد ما يعرفون شنو الخيل او شنو الخيل. كبدايات الجمهور يزيد عندنا كمو عارفين الوضع، ليش انا لازم اسكت اذا حد دش، ليش ما اسولف، ليش لازم اطالع، واذا بسولف لازم اروح بعيد وما اصرخ. الخيل في خيل معينه تخاف من الصوت او تخاف من الازعاج. مثال بسيط يعني الشو العربي عشان تشيشه ويطلع كان لازم صوت وتشيس وتصفق له صح تشيش الحصان. الجمال غير، الجمال غير بس الحصان تشيش. بس الغبز اذا انت الحين رايح حق حاجز واحد صفق لك وصفر وما ادري شنو، شو يصير بالحصان؟ يخاف ما يركز بالحاجز، يركز مع الجمهور، فيضطر الحصان ينحاش ويتبهدل الفارس، تبهدل الحصان معه ويروح عليه ويروح حصان. بس انا حبيت الثقافه انه مع الوقت الجمهور بدا يفهم. على فكره غالبيه الجمهور اللي يجون البطولات اللي غبز وكذي ما يعرفون شيء عن الخيل، بس بداوا يفهمون ان القفز الحوالي لازم تكون هدوء بشكل معين. اذا خلص الكلاس، اذا خلص الراوند ماله الفارس هني اسمح لك تصفق تصفر كيف، تشجيع كتشجيع يعني. زين سعد، بما ان الهوايه هذه صعبه جدا، ايش معنى اتجهت لها انت؟ انا اتجهت لسبب واحد، الوالد الله يحفظه طول عمره يسلمك. انا صديق الوالد من الطفوله يعني كله معه، فلما تشوف ابوك يعني داش الاسياد وداش بطولات كبيره. بما ان في شغله بذكرها للوالد، كان من افضل العشره الاوائل في العالم في سنه 1985 صحيح، هذه اذكرها في الجريده الرسميه قبل القصر صحيح، والحمد لله ان الامور يعني ماشيه وانت مشيت على خط الوالد. لكن تعرضت الى اصابه؟ كيف فعلا تعرضت اصابه في مره مرات في حصان اسمه لكي بوي. كان عندي فرس مهديون هي الفرس الاساسيه اللي هي البطله، ف الله كتب وتعورت الفرس، فما في عندي حصان واحد اسمه لكي بوي، حصان ما اعرف عنه ولا شيء، وطبعا تبع اتحاد الرياض العسكري ما اعرف عنه ولا شيء. الحصان صار له بالاسطبل مقطوط وصار له سنه. شنو السبب انه ما حد يبركه؟ ما ادري، شرس شوي جدا، بس انا خدعت فيه. انا مثل ما قلت لك في بدايه الحديث انه في خيل شخصيات تختلف عن خيل صح، ولا حد بلغك ولا احد؟ ما حد كان يدري. جربته انا، الحصان هادي يسمع الكلام مؤدب، حفزته كورس كامل يمكن 10 حواجز او 12 حاجز اختبره. جاء البطولة بالتسخين بشوف نفسيته تمام. دش البطولة من أول حاجز يركض فيني، انحاش حاول يسيطر عليه، سيطرت لين وصلت المركب اللي هو الدبل، يكون A B فبالنص تكون خطوة، فهذا جدا صعبة خاصة إذا هو منحاش بعد مصارقع بالضبط. مشكلة بالضبط عليك نور. الحصان نط قفز الألف نزل نط على طول، ما اخذ الخطوه نط على طول بالهواء، انقلب لاني وطاح علي. هذه كانت الاصابه، اول اصابه والحمد لله ما في غيرها. هو كان ممكن نطايح من اول منه انت الحصان ايه، فمتعود عادي متعود على قلبات ولا في خير سبحان الله يعني نفسيته كذي سبحان الله يعني اذا دشت بطولات شوي تنافس وتخدعك بالتسخين يعني بالبيت ما في شيء، بالتسخين ما في شيء، بالبطوله اخدعك. طيب اللي نشوفه طبعا الان في البطوله، شنو افضل بطوله حصلت عليها مركز اول؟ بالكويت ولا خارج الكويت؟ بالكويت. بالكويت كاس الشيخ سالم الله يرحمه، الله يرحمه. كانت اول بطوله حق الشيخ سالم، هذه اعتز فيها جدا. الشيخ سالم الله يرحمه كان هو الاب الروحي حق قفز الحواجز، كذلك كان الدعم الرئيسي حق الاتحاد الرياضي العسكري والدعم الرئيسي حق الوالد. الحمد لله حصلت المركز الاول عليه. البطوله الثانيه كاس الأمير بس مو العالي، دشيت متر وعشرين حصلت المركز الثاني عليه ما شاء الله. فهذه كانت الجوائز اللي أكثر جوائز اعتز فيها، الباقي يعني عادية جدا بس عادية أسبوعية أسبوعية وتقريبا أسبوعية، بس مو كثر كاس الأمير، بطولة الأمير وبطولة الشيخ سالم الله يرحمه. تحتفظ في الميداليات والجوائز؟ طبعا كانت تعتبر ذكرى ما تقدر، وكل جائزة أنا ما أخذها أذكرها واذكر الراوند واذكر الحصان واذكر كل شيء. الوالد نفس الطريقه كان يحافظ عليها؟ طبعا، الوالد الحين موجود انجازات بطولات الكؤوس الحين موجود الحمد لله.
هذا طبعا إنجاز كبير، كذلك يحسب لك أيضا أن الشخص يحافظ على ميدالياته، على الباجات، على الكؤوس، على حتى الأظرف اللي يحصل عليها، أم كذلك أن يكون عنده غرفة خاصة لهم. طبعا القفز الحواجز كثير يعني كلامنا، لكن القدرة والتحمل يعني ذكر شفناك والكل أيضا يتابع سعد السعيدي، القدرة والتحمل، ليش ما كملت بالقدرة والتحمل؟ أول شيء الجيل الحالي من قفز الحواجز يعرفون سعد السعيدي، ما كانوا يدرون أني أنا كنت داش ماراثون، ما حد يدري. كبداية الماراثون كنت أول، كان شركة بترول كان مسوي ماراثون مسافة 40 كيلو، كان هذا أول ماراثون لي في عام 2002. 2002 في عام 2001 كان في مسلسل القفز، كانت ما كان كل أسبوعية، فإذا ما في بطولة قفز نحول ماراثون، كان اتفاق بين الماراثون والقفز، صح، أسبوع ماراثون بين أسبوعين قفز بين أسبوع ماراثون، فنخلص القفز روح ماراثون. فهذا كملنا مشوار فيها. تعال شايف بطولة النفط، شفت بطولة وادي رم بالأردن، شفت دشيتها مرتين مسافة 120 وخلصت مركز تاسع، ومرة ثانية كنا سابع أو سادس مو ذاكر بالضبط. قصدك 120؟ 120 كيلو، اي 120 كيلو. بالكويت دخلت 40 كيلو، دخلت 80 كيلو، دخلت 120 كيلو. حلو. اي فعندي انجازات كثيرة، بس للحين اعتز بالقفز أكثر من الماراثون. حصلت على مراكز؟ طبعا. شنو المراكز اللي فيها؟ كماراثون الحمد لله مركز ثاني حصلت، حصلت التاسع، بس ما اذكر بالضبط اي ماراثون فيها، بس اذكر وادي رم اللي بالاردن اذكرها، هاي جدا اذكرها. كنت اول بطوله اول لي 120 وادي رم، اخذت مركز العاشر. ثاني مره يا السادس يا السابع في وادي رم بالاردن، طبعا المعلومه وادي رم من اصعب ماراثونات في المملكه الاردنيه، من اصعب ماراثونات كمسار حق الخيل، صعد جبل صخر تحت الطيحه، لازم تعرف متى تطلع حصانك، متى تمشي حصانك. فالحمد لله أنا عديتها على خير، هذا الحمد لله. فهذا من الصعوبة أنك يعني تمر على منطقة صخرية وحصان، فهذه أكبر، وخصوصا بالكويت ما عندنا جبل أو تلة نصعد عليه، متعبين كله خط إيده، صح، فما كنا شيء جديد علينا. بطولات بالكويت ما كملت عليهم؟ لا ما كملت عليهم، لأن فتح المجال أكثر في مرحلة القفز، وما تقدر تركز على رياضتين مكس ونفس الوقت، لازم تختار مجال واحد. أنا كعشقي أنا متعلق على القفز أكثر من الماراثون، عشان كذي شريت حصان تبتل قفز الحواجز. بالضبط، عليك نور. كلمة أخيرة أمنياتك في هذه المسيرة اللي ما شاء الله فيها تقريبا 23 سنة. أحب أشكركم على اللقاء الطيب، وهذا ما قصرت معي. أنا الحمد لله أنا كان أول أمنية لي كأي فارس إن يصير عندنا اتحاد، والحمد لله هذا الشيء هذا صار، وإن شاء الله متفائلين خير قدام، والله كتفي الخير لنا والجميع الفرسان. يا رب يا رب بإذن الله تعالى. بالفعل مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة من برنامج الفرسان، وكذلك أيضا متابعة الفارس سعد عبد الله السعيدي اللي متعنا اليوم في هذه الحلقة، وكذلك أيضا بما يدور حول قفز الحواجز وكذلك القدرة والتحمل. لا يسعني أن أشكر جميع طاقم العمل، وكذلك أيضا حرصهم على هذه الصورة المميزة اللي نشوفه معاكم مشاهدينا الكرام عبر قناة سبورت الرياضي. نستودعكم الله في حلقة القادمة، إلى اللقاء.